جاء يوم 20 جانفي تأسيس ذكرى تأسيس الاتحاد الجهوي. بعث لي سي الحبيب بن عاشور عن طريق الأخ عبد المجيد الصحراوي باش نجي نشرف على الاجتماع العام لذكرى تأسيس الاتحاد. أنا ذاك في 20 جانفي هزيت الماتريال نتاعي ومشيت باش نصور. نلقى الأمور تبدلت، الوضع تبدل قدام الاتحاد الجهوي. الاتحاد الجهوي الباتشات نتاعو مكسرة، هجمت عليه الميليشيا، دقت الاتحاد كما حبت وشتات. دخلت على نيتي للصالة نتاع في بالي الاجتماع داخل النقابيين، نلقى الصالة معبية ونلقى الباهو نتاع الاتحاد الجهوي من الداخل بالميليشيا. معناها كي جيت نصور بالباتشات ميليشيا نتاع شنو سي؟ ميليشيا الحزب، ميليشيا نتاع الحزب. كي جيت نصور بالواجهة نتاع الاتحاد الجهوي، البلار مكسر، الباتشات نتاعو مكسرة. ما راني لزوج نكزوا عليا توفاه هما الله يرحمهم، لا ذكر بالاسماء. واحد منهم جبد عليا السلاح، جبد عليا برد. اش تعمل؟ قال لي طب جات عمري 20 عام او 21، طمني. لقيت الباب قدامي، خرجت هربت لبرا وطلعت للبريميريتاج. البريميريتاج نلقى الاخ احمد بن بلقاسم ضربوه، نلقى أستاذ اسمه سالم نسيت اللقب نتاعو، ضربوها على وجهه، معناها حالة يرثى لها، معناها وكسروا الواجهة زادة نتاع الاتحاد الجهوي أبار القاعة، فهمتني؟ معناها الاجتماع طول ما وقعش الاجتماع. من غدوة ولا من بعد غدوة جات السيزة المنظمة العالمية للشغل، حضرت على التصوير نتاعها، جات شافت الضرر اللي وقع في الاتحاد الجهوي.